شهدت محافظة جنوب سيناء طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة الماضية في المجالات كافة، حيث بلغت تكلفة المشروعات المنجزة على الأرض في المحافظة خلال الفترة الماضية 10 مليارات جنيه. وقد شهدت قرية الجبيل بمدينة طور سيناء افتتاح مسجد الرحمة الذي يمتاز بطابع معماري مماثل لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ليتماشى مع الطابع السياحي الذي تشتهر به المحافظة. للمزيد من المتابعة معنا الآن على الهاتف مراسل أخبار مصر وليد هيكل من مدينة طور سيناء. وليد، بعد مساء الخير، حدثنا عن سير المشروعات التنموية في محافظة جنوب سيناء. بداية عمرو، تحياتي إليكم في الاستوديو وإلى كل مشاهدي التلفزيون المصري من مدينة الطور محافظة جنوب سيناء. وكما ذكر الخبر عمرو الآن أنه بالفعل منذ قليل افتتح السيد وزير الأوقاف يرافقه السيد اللواء محافظ جنوب سيناء مسجد الرحمة بقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور. ربما الخبر ذكر أيضا عمرو أن هناك طفرة تنموية كبيرة تشهدها محافظة جنوب سيناء في المشروعات كافة، وكما ذكر الخبر 10 مليارات جنيه هي ما صرف على المشروعات التنموية خلال عام 2018 و2019. أما مسجد الرحمة الذي افتتح منذ قليل فهو بالفعل يمتاز بطابع معماري شبيها لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ. للتقرب أكثر عمرو عن المشروعات التنموية هنا في محافظة جنوب سيناء، يسعدنا أن ينضم معنا السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. ودعني أسأل سيادتك بداية، سيادة المحافظ، ماذا عن المشروعات التنموية خاصة مسجد الرحمة الذي افتتحناه الآن هنا في مدينة الطور، فهو يشبه بالفعل مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ. مسكنا يعني جزء معين، يعني لو مسكنا محور الاوقاف والسياحه الدينيه هتلاقي حاجه كتير قوي. ده خامس مسجد في الطور بالجهود الذاتيه. مش هتكلم بقى على بقيه المحافظه، لان بقيه المحافظه برضو كله بيدعم، واهالينا ومشايخنا العظام كلهم بديك شايف على قلب الراجل واحد، كلهم موجودين، كلهم واقفين معانا. ناس تستاهل ان البلد وان الدوله وسياده الرئيس العنايه الكبيره الفائقه اللي هو بيعملها لهم في محلها. الناس دي تستاهل، الناس دي محتاجة الدعم، محتاجة التنمية، وعشان كده احنا ما بنبخلش بجهد خالص. اللي لو في مجال الدين او مجال الجوامع او المساجد محفظة سيب فضلت الشيخ يتكلم، لما هتتكلم بقى على طرق ما احنا عندنا حدث ولا حجر. يعني لان شغلنا خلصنا شرم الشيخ من طرق في الشوارع الجانبية كمان، مش الشوارع الرئيسية، مش شارع السلام بس، شرم الشيخ مش شارع السلام بس، وشارع رئيسي ومحور اوسط ودايري وسور ولا اروع ولا اجمل، مطار جديد حديث مجهز بمعدات حديثه، سور للمطار، كل شيء. لو هتمشي بقى تاني تشوف من اول النفق لغايه شرم الشيخ طريق 334 كيلو، هتشوف جامعه جديده 3 افرع، فرع في شرم والجامعه الرئيسيه في الطور هنا لاولادنا ولاهالينا، ثم الفرع الثالث في راس سدر. يعني الكلام ده اولادنا كانوا بينزلوا عشان يتعلموا، كانوا بينزلوا قطاع مسافه كبيره قوي، فدلوقتي هم هيتعلموا هنا. الشعب ده يستاهل، والولاد الناس دي تستاهل. عشان كده سياده الرئيس بيولي سيناء يعني فعلا اهتمام كبير جدا ان شاء الله مع السيد المحافظ. وبالانتقال مع السيد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. سياده الوزير، الطابع المعماري الذي امتاز به مسجد الرحمه ليكون شبيها بمسجد الصحابه بمدينه شرم الشيخ وحرص وزاره الاوقاف على تطبيق هذه النماذج، هذا اولا. ثانيا، تواجد سيادتكم هنا وسط اهالينا من البدو هنا في محافظه جنوب سيناء له دلاله كبيره، فتعليق سيادتكم. أما عمارة المساجد كما أشرت، فنحن حرصنا على أن يكون لنا هوية تعبر عن حضارتنا المصرية الإسلامية، الحضارة المصرية والطراز الإسلامي في عمارة المساجد. الحقيقة كان مسجد الصحابة اللي الحقيقة كان سيادة الرئيس وجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإتمامه أحد أهم نماذج العمارة الإسلامية في العصر الحديث، أحد أهم نماذج العمارة الإسلامية في العصر الحديث. ولذلك مسجد الرحمة كان مستوحى بعد أن مسجد الصحابة بقى له هذا البعد العالمي، وما من سائح أو زائر يأتي إلى مدينة شرم الشيخ إلا ويحرص عليه. اليوم إن شاء الله أنا وسيادة المحافظ معا سنعتمد التصميمات النهائية لمسجد التجلي، مسجد الوادي المقدس الجديد في منطقة الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين. أما الرسالة الأهم حقيقة، مع شكر السيد المحافظ على الجهد اللي قام بيه، لأن مسجد الرحمة مش مجرد مسجد، ده تنمية شاملة للمنطقة. الشاطئ تغير تماما والمنطقة تغيرت. الرسالة الأهم اللي بختم بيها
كنا مع أهلينا مشايخ البد ومشايخ شيوخ القبائل من جنوب سيناء وفي منطقة الطوق بهذا الزخم، وإحنا بين أهلينا حقيقة بجد، بينهم الحقيقة. والصبح كان مشهد الأبناء والولاد وهم معانا ومع السيد المحافظ وفرحة الناس دي بالدنيا. لكن حقيقة بجد إحنا مصر الأصيلة بجالها بقبائل سيناء بشيوخ البد وبشيوخ القبائل، إحنا حاسين بجد أدي إحنا هنا في وسط بيوتهم بنشعر بمنتهى الأمان وبمنتهى الوطنية. أهم حاجة اللي قلت عليها يمكن زي سيادة المحافظ مال سيناء لما تكتشف بعد، إحنا النهاردة كنا عند حمام موسى وعند جبل الطور، منطقة لها جانب روحي ومقدس خاص. وإن شاء الله السيد المحافظ بنشتغل معا على السياحة الدينية سواء في من خلال مسجد الصحابة أو مسجد التجلي في سانت كاترين أو مؤتمر سانت كاترين اللي بيشرف في رعاية السيد الرئيس واللي بعد عالمي. وإن شاء الله السيد المحافظ شغال أيضا على السياحة العلاجية، وإن شاء الله بنشكر سيادة المحافظ على تنمية المنطقة في المسجد بالكامل، بنشكر أهالينا على هذه الروح وهذا الاستقبال، وده رسالة بنبعثها للعالم كله. هذا هو الشعب المصري بكل أبنائه، هؤلاء أهالي سيناء الذين يستحقون منا كل التقدير. كل الشكر لك سيادة وزير الأوقاف. إذا عمر، نهضة تنموية تشهدها محافظة جنوب سيناء وبفرحة عارمة من أهالينا هنا بدو جنوب سيناء بافتتاح مسجد الرحمة. ننتقل إليكم في الاستوديو مرة أخرى. إليك. شكرا لك وليد هيكل، وشكرا لضيفيك الكريمين معالي وزير الأوقاف ومعالي محافظ جنوب سيناء، كنتما وكنتم معنا من محافظة جنوب سيناء.